هذا وعاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم بعد زيارة لجمهورية مصر العربية. التقى خلالها بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث أجرى جلالته مباحثات مع فخامته تناولت العلاقات الأخوية الراسخة وسبل دعم وتعزيز مسارات التعاون المشترك الوطيد بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى تطورات الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية. رافقت صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال.